مشاهدينا الكرام في كل مكان في مصر والوطن العربي، طابت أوقاتكم بكل خير وأسعد الله ليلتكم. يتجدد يوم الجمعة مرة أخرى في لقاء جديد في حوار هادف، وفلسفتنا زي ما تعودتوا عليها حوار هادف، حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. آخر حلقات الموسم الأول اللي تابعتونا فيه في برنامج حوار هادف النهاردة إن شاء الله. بنشكر كل مشاهدينا على متابعتنا الفترة اللي فاتت، وكان النقد المتواصل منهم سواء النقد البناء أو كانت المشاركة والمتابعة. عالجنا كل القضايا اللي انتوا تابعتوها، ودايما احنا مع نبض الشارع المصري. انتظرونا في موسم ثاني قريبا ان شاء الله باذن الله، يمكن نبدا على طول الاسبوع القادم. لكن النهارده نبدا حلقتنا سريعا بتهنئه الى السيد الرئيس، رئيس جمهوريه مصر العربيه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنه وانت طيب يا سياده الرئيس. عيد ميلاد الرئيس امس 19 نوفمبر 2020 66. كل سنه وانت بخير، كل سنه وانت بالف صحه وسعاده، حفظك الله لمصر وحفظ الله مصر. تحيا مصر بوجود الزعيم او القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حفظ الله مصر دوما، وحفظ قيادتها، وحفظ شعبها، وحفظ جيشها دوما يا رب العالمين بامن وامان. كل سنه وانت طيب يا رئيس. طبعا بنذكركم ان جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2020 بدأت في مرحلتين. المرحلة الأولى خلصت، المرحلة الثانية خلصت. المرحلة الأولى في 14 محافظة جولة الإعادة لانتخاباتها هذا الأسبوع تبدأ غدا السبت والأحد والاثنين 21 22 23 نوفمبر خارج مصر، وتبدأ في داخل مصر يوم 23 و24 الاثنين والثلاث 23 و24 نوفمبر داخل مصر. زي ما دايما بنقول في برنامجنا، انزل شارك، خد حقك وروح وصوت عشان تعمل توكيل شرعي لمن يقود المسيرة في الدور الرقابي والتشريعي في مجلس النواب القادم. كمان يسر برنامج حوار هادف أن يبارك للقاهرية. القاهرية ده هو اسم الجريدة التي سوف تصدر يوميا بإذن الله تعالى إلكترونيا وكتابيا، وهو رئيس مجلس إدارتها ورئيس التحرير الدكتور عيد علي. أهنيه من هذا المنبر الإعلامي، ألف مبروك، ويا رب إن شاء الله جريدة موفقة فيها كل الخير لمصر. أخيرا بنفكر السادة المشاهدين أن الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية اللي أعلنته المنظمة الصحة العالمية وأيضا وزارة الصحة والسكان في مصر هو من 19 ل 24 نوفمبر، خطورة الإفراط في أخذ المضادات الحيوية. وده برضه هيبقى جزء كده شابتر هنتكلم فيه مع أحد ضيوفنا الأعزاء في الفيروسات. ننطلق بقى سريعا للحلقة كاملة، وعاوزين في آخر الحلقة كمان هنشكر كل الرعاة والمشاركين معنا كان في الموسم الأول، لكن هننطلق سريعا النهاردة في حلقتنا اللي احنا نوهنا عليها. وحلقة النهاردة عن كورونا، فيروس كوفيد-19، هذا الفيروس الذي كان في نهاية 2019 وحل علينا في 2020. هل كورونا عجز بشري أم اختبار بشري أم اختيار بشري؟ هو ده النهاردة اللي هنتحاور فيه. وهل كورونا هو خوف في زمن الوباء زي برضو ما هنتحاور مع ضيوفنا الأعزاء؟ يشرفني ويسعدني أن يكون معي في الأستوديو لتناول هذا الموضوع في شقه الصحي والفيروسي وأيضا في شقه النفسي كل من سعادة الأستاذ الدكتور جميل سيد جميل زيدان، دكتوراه الفيروسات بجامعة القاهرة، وهو أستاذ الفيروسات والأمراض المعدية بالمركز القومي. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا في الشق النفسي يسعدني ويشرفني أن يكون معي سعادة الدكتور الأمير يوحنا، وهو استشاري الصحة النفسية وعلاج الأدمان والمشورة في العلاجات الزوجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفت بحضرتك. نبدأ وننطلق على طول مع دكتور جميل زيدان وهو أستاذ الفيروسات. يكلمنا سريعا للمشاهد والمتلقي البسيط يعرف يعني إيه نعرف الفيروسات سريعا وفيروس كوفيد 19 مع حضرتك. حضراتكم طبعا عارفين ان دايما علم الامراض بيتقسم للجزء اللي موجود فيه فيروسات وبكتيريا وطفيليات، وفي حتى في فانجل او ميكولوجي.
الفيروسات ده جزء منها، وهي دي الحاجات اللي هي شبه حية، اللي أول مرة. دايما البكتيريا كائن حي بيقدر يتكاثر وده، لكن الفيروس هو شبه جماد خارج الخلية الحية. وهنا دي بننوه عليه، هو مجرد مادة وراثية RNA أو DNA، وحاليها جزء من النيوكليوكابسيد وجزء من إذا كان فيه أنفلوب أو نون أنفلوب فيروس، وبالتالي هو بيقود الخلية البشرية عشان تصنع جزء فيه من الفيروس نفسه. يعني هو الفيروس خارج الخلايا الحية مجرد جماد، لكن لما بيدخل الخلية بيجبرها إن هي تصنع الفيروس ده بشفرة وراثية، وبالتالي هو بالمارشال للسيل أو بنسميه بيقود الخلية عشان خاطر تنتج ده. وطبعا هنا الفيروسات طبيعي ما بتستخدمش مضادات حيوية، يعني الفيروسات بتستخدم مضادات الفيروسات. طب لو المتلقي البسيط دلوقتي اللي بيسمعنا وبيشوفنا دكتور، البكتيريا الفيروس ايه؟ فرق بسيط بس عشان يعرف المشاهد البسيط. ان البكتيريا كائن حي، خلية بتتكاثر خارج الخلايا الحية، يعني ممكن اجيب ميديا اقدر ازرع عليها ارتفيشال ميديا ازرع عليها البكتيريا، لكن الفيروس لو حطيته في ارتفيشال ميديا استحاله ينمو، يعني او خارج الخلايا. لكن مجرد الفيروس بيحتاج خلايا حيه عشان ينمو جوه، سواء خلايا بشريه او حيوانيه او حتى خلايا من صنعنا، يعني خلايا ممكن في المعمل. اهم حاجه تكون خليه حيه، لازم خليه حيه. نعم. نروح بقى للشق النفسي. احنا بنقول دلوقتي الخوف في زمن الوباء. دكتور تعرفنا يعني بما انك بقى حضرتك اخصائي الصحه النفسيه، هل في خوف فعلا من كورونا؟ هل الخوف هو خوف مرضي ولا خوف طبيعي؟ ولو خوف مرضي ازاي نواجه؟ في وسائل تخلي الناس تهدأ وتخاف بسبب الوسائل والاشاعات الكثيره التي انتشرت؟ خلينا الاول بس نفرق ما بين ان انا ازاي اكون حذر وعامل احتياطات هامه ان انا اخد بالي من الفيروس، وبين ان انا ادخل في بانيك اتاك او خوف او قلق او حاجه زي كده. ان انا اتبع كل اجراءات السلامه النفسيه والسلامه الجسديه، ان انا البس كمامه وان انا اقعد في البيت وان انا اخد اعمل كحول وكده، انا بالتالي انا حذر واخد بالي كويس. انما المبالغه في الموضوع بيسبب لنا امراض نفسيه. نعم. اول مرض نفسي ممكن يسببه لنا هو حاجه اسمها OCD، وسواس قهري. ان انا ما بقتش امن على ايدي نفسها، يعني بقيت ان انا دلوقتي ايدي بس ان انا اروح اغسلها واعقمها زياده عن اللزوم واخلي ازازه الكحول معايا وابالغ في التعقيم، فده ممكن يسبب لي وسواس قهري بعد ما تنتهي كورونا اعاني منه. الحاجه الثانيه ان جهاز المناعه هو الجيش اللي بيدافع عن كل الجسم. نعم. فبالتالي انا لما بخاف وبقلق اول حاجه بتتاثر هو جهاز المناعه، فالخوف بيأثر في جهاز المناعة. وطبعا لما جهاز المناعة بيتأثر بيبقى سهل قوي ان تدخل في جسمي فيروسات وأمراض كثيرة جدا، لان 85% من الأمراض العضوية او الجسدية بيكون مصدرها نفسي اللي هو القلق والتوتر او الدبريشن والاكتئاب والحاجات دي كلها. طبعا روح بقى للدكتور جميل من الناحية الفيروسية بقى، وانت استاذ الفيروسات في المركز القومي، هل فيروس كورونا، وانا عارف ان ده الجدل ده ثور كثيرا بس عاوزين بما انك عالم وموجود معانا النهارده هتسلط لنا عليه الضوء، هل فيروس كورونا فيروس يعني بنسميه هو بشري يعني مصنوع في المختبر؟ الحقيقة الجزئية دي تحديدا العلماء في كل أنحاء العالم كانوا واخدة معهم فترة طويلة قوي من اللي هو الكونفيوزد، مش قادرين يحددوا. لكن لما درسوا الجينوم للكوفيد 19 الحقيقة هو الكوفيد 19 بالدراسة بتاع السيكونسينج بتاعه هو فيروس تطوره طبيعي، يعني تطوره طبيعي يعني مش مصنوع في المختبر. لكن الشكوك اللي بتدور حوالين تحديدا معهد ووهان للفيرولوجي، ووهان فيرولوجي انستيتيوت. تمام. ووهان فيرولوجي انستيتيوت حضرتك لو شفته هو متقسم لأربعة ليفلز. الليفلز الاولاني اللي هو البايو سيفتي 1، وبعدين بايو سيفتي 2، وبعدين بايو سيفتي 3، وبعدين بايو سيفتي 4. اللي هو ما يعرفش قوي يعني ايه بايو سيفتي 4، احنا بنتكلم على 4 أو 5 معامل على مستوى العالم اللي احنا فيه موجودين بس بايو سيفتي 4. وبالتالي اتهام معمل بالشكل ده يعني ينافيه الصواب شويه. يعني اتهام اللي هو ووهان فيرولوجي انستيتيوت ان هو صنع ده وسربه او تسرب منه، انت على مستوى البي اس ال 3 عشان ان هو يعني يتسرب منه فيروس، الموضوع ده يعني صعب جدا.
لكن احتمال الخطأ البشري وارد في كل اتجاه، لأن البشر هم البشر. وارد أن يكون أحد العاملين من داخل المختبر حصل له انفكشن لأي سبب، وبالتالي راح لسوق المأكولات البحرية اللي احنا أول مرة حصلت فيه المشكلة في آخر ديسمبر 2019، وهو ده ممكن يكون السبب. يعني واحد من المختبر حصل له انفكشن ونقل العدوى دي، الناس اختلط بناس جوه ده او اختلط بحيوانات وهو بيشتريها من داخل سوق ووهان للمأكولات البحرية. ومن هنا تبدأ المشكلة اللي بنسميها زيرو كيس، يعني اللي هي الحالة الاولى اللي حصلت في التاريخ، اول حالة حصلت في العالم. في العالم ميبي ان هو ده اللي ما يكون موجودة، غير ان هو يكون الحيوانات نفسها اللي اتنقلت للانسان وده. لكن لو اتنقل ودي هيكون صدفة، وصدفة يعني احنا بنتكلم واحد في المليون لو حصلت كده، احنا بنتكلم ما بنتكلمش على ارقام كبيره. لان الصينيين هم حذرين ومنضبطين، يعني زائد ان هم شعب حذر جدا، زائد ان هو شعب منضبط جدا. انت حضراتكم لما تشوف التعليمات بتطبق ازاي في الصين هتعرف انا بقول ايه. يعني حضراتكم انتوا بتتكلموا في الجزء المعملي وكده، في كل حاجه، لكن هو طلع عليهم كلام كتير في موضوع الاكل ده. ما هو الاكل هنوري حضرتك صور بشعه، هم بياكلوا بطريقه بشعه فعلا. بياكلوا كل حاجه، بيقول لك ماشي على الارض. هو كل حاجه بتتاكل عند الصينيين ما عدا رجل الترابيزه. يعني حضرتك طالما انها حاجه حيه بتتاكل. اي كائن حي في الصين هم بياكلوه. لكن عشان بس ما اخرجش بعيد عن الجزء المعملي، الجزء القصه الفيروس انه ازاي يتنقل، لا يعني هو مستبعد شوي. الصينيين منضبطين علميا، منضبطين في القصه دي، منضبطين في الاجراءات الصحيه. لما حضرتك تعرف ان هي دي اول دوله حصل فيها المرض، واحنا بنتكلم النهارده الصين فيها 23 حاله في أكبر تجمع بشري في التاريخ، وعنده 23 حالة. النهاردة بنتكلم على الولايات المتحدة وهي من الدول الكبرى علميا، وهي اللي يؤخذ بيها، وهي كانت يعني معول عليها أن هي تقود العالم علميا في اللي هو وقف الجائحة في الفترة دي. أنت بتتكلم على 100,000 حالة يوميا. احنا بنتكلم على, على, على الدولة الكبرى علميا، الدولة الأولى علميا، في مقابل دولة حصل فيها الوباء أولا. دي عندها 23 حالة ودي عندها 100,000 حالة. دي عندها أكبر نسبة وفيات في العالم، ودي توقفت الوفيات عندها عند نمبر معين ووقفنا على كده، حط ستوب وقف. ليه؟ لأنه خد كل إجراءاته مظبوطة جدا. الإجراءات اللي اتقالت اتعملت. وهو ده يعني ده مش معناه إن احنا بنشكر في دول، لكن بنشكر في الإجراءات. لما وهنتكلم لما حصلت السكند ويف في الصين، عمل على السكند ويف اللي هي الموجة الثانية بالظبط. ليه؟ لما فعلا حصلت موجة ثانية في الصين، بس إيه اللي عملوه فوقفت عندهم؟ دي هنتكلم عليها في لكن المرحلة طبعا هنتكلم إيه الأخطاء اللي حصلت في أوروبا، إيه الأخطاء اللي حصلت في أمريكا اللي سبب إن هو عدد الوفيات على عدد الحالات على إرهاق للجهاز الصحي عندهم، المسألة وصلت. نعم، ننطلق إلى الإسكندرية، ومعنا الأستاذ الدكتور لطفي الشربيني، استشاري الطب النفسي ومؤلف كتاب كورونا الوباء في زمن الخوف. أهلا بك دكتور لطفي. أهلا أهلا، أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم وإطلالتي على مشاهديكم، ومرة برضو تانية بحييك يا دكتور محمد على اختيار الموضوعات الهادفة دي. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني برنامجك فعلا اسم على مسمى، وفعلا يعني بيختار مواضيع كلها تهم قطاعات كبيرة جدا من الناس. نعم. وبشكرك مرة تانية على اهتمامك بالجانب النفسي، يعني أنا عارف إن أنت طبعا لك خلفية طبية وخلفية نفسية قوية، فاهتمامك بالجوانب النفسية في كل القضايا ده يعني شيء أنا بحييه الحقيقة. دعني على الهواء مباشرة من حوار هادف أبارك لك الكتاب الجديد دكتور لطفي، كورونا الخوف في زمن الوباء. تسلط لنا الضوء، حضرتك قمت بالتأليف وله مقدمة للأستاذ الدكتور محمد المهدي، عرفنا عن الكتاب سريعا تفضل. والله أنا الحقيقة اسمح لي أولا أن أنا أشكرك على أن أنت عملت إشارة الكتاب، لأن الكتاب ده الحقيقة هو أول كتاب تقريبا في مصر ويمكن يكون في العالم اتكتب عن موضوع الكورونا من الجانب النفسي. من الجانب النفسي يعني فعلا. طبعا في كتير ما يكتب عن الكورونا في الجوانب الطبية والجوانب الصحية والفيروسية والتطعيمات والحاجات دي كلها، ولكن الجانب النفسي أنا الحقيقة شفت إنه هو لا يقل أهمية، يمكن يكون أهم بكتير جدا من أي جانب آخر، لأن أحيانا الخوف من الوباء يقتل اكتر مما يقتل الفيروس نفسه فعلا. او المرض نفسه فعلا. لسه كنا بنتكلم مع ضيفنا الدكتور امير يوحنا، استشاري برضو الصحه النفسيه، وكان بيتكلم برضو عن الخوف. كيف نواجه بقى، يعني ايه الوسائل طيب اللي تخلي الان المشاهد يواجه ذلك؟ هو الحقيقه
المفروض يبقى فيه اهتمام اكتر بالجوانب النفسيه للمرض. نعم. الجوانب النفسيه للمرض لا تقتصر على ان هو يعني المخاوف اللي محيطه باي مرض او المشاكل النفسيه المحيطه بالمرض، لان اي مرض بيتضمن نوع من القلق، وكمان الناس بتبقى خايفه على يعني المآل المرض ده هيؤدي الى ايه. انما الكورونا الحقيقه جالنا بطريقه غير مسبوقه يعني في حياتنا تقريبا كده، والزملاء الاطباء معاك يعني يعني يشهدوا ان احنا ما شفناش مرض كان بيه اهتمام كبير جدا اعلامي ومتابعه دقيقه لانتشار المرض ولحالات الوفاه ولكل ما يتسبب فيه على مستوى العالم. نعم. والاغلاق الذي حدث على مستوى العالم. نعم. وحياه الناس بكل تفاصيلها التي تضررت من هذا الوباء دي كانت عمليه غير مسبوقه، وده ادى بقى الى المزيد من التداعيات النفسيه للوباء، واهمها وجود الاعراض النفسيه المصاحبه للوباء، الخوف العام والجو العام من القلق وعدم اليقين، عدم اليقين. احنا مش عارفين المرض ده يعني هو بدا بس مش عارفين هيخلص ازاي، هيخلص امتى. طبعا يعني عمليه لها بدايه ومش عارفين لها نهايه. هنعرف مع ضيوفنا ان شاء الله. نعم. المرض طول كتير جدا على ما تم التوصل لبعض وسائل العلاج، وكلها طبعا وسائل يعني ما هياش حاسبه. نعم. اللقاح طال انتظاره، لسه يا دوب الايام دي بدي تظهر النتائج بعض اللقاحات. فالحقيقه كل العوامل دي ادت بالاضافه بقى الى فتره العزل الطويله اللي تعرضنا لها كلنا، وبالاضافه الى التداعيات الاقتصاديه بتاعت المرض، التباعد الاجتماعي فرق بين الكثيرين، ادت الى التداعيات النفسيه الكثيره اللي شفناها في الفتره اللي فاتت. تمام دكتور. نعم. لطفي، وانت ضيف معانا برضو، وهنرجع لحضرتك ممكن مره اخرى. شكرا جزيلا. نعم. دكتور لطفي الشربيني، استشاري الطب النفسي والادمان، وايضا مؤلف كتاب كورونا الخوف في زمن الوباء. نروح للدكتور امير، عندك تعليق بقى للدكتور لطفي عن تكمله؟ انا عاوز عندي حته التباعد الاجتماعي واللي حصل والكافيهات اغلقت والدنيا والناس خايفه برضو ان في موجه ثانيه والحقوا هيقفلوا، مع ان الدوله النهارده في قرارات جميله جدا خلاص، يعني الاغلاق بقى الساعه 10 خلوه مدوا ل 11، وعملوا توقيتات صيفيه وتوقيتات شتويه تنظيم للدوله المصريه، وده شيء جميل جدا كنا نرغب فيه من فتره طويله. لكن استفدنا ايه من كورونا نفسيا زي ما هي لها عيوب؟ هو اول حاجه مش كل الناس استفادت من كورونا. نعم. هو الناجي الحقيقي من هذا الوباء مش اللي ما جالهوش الوباء، انما استفاد ازاي يتعامل مع الوباء ويتعامل مع نفسه. فالناجي الحقيقي هو اللي عارف ازاي يستثمر وقته بشكل كويس جدا، ويقرب من ربنا اكتر، ويراجع صحيح. نفسه بشكل كويس جدا صحيح. ويعرف ازاي يعالج اخطائه اللي كانت على مدار السنين اللي فاتوا، عارف ازاي ان هو يقرب من اسرته اكتر، يفهموا بعض اكتر. نعم. وفي ناس عملوا مشاكل اكتر. فكانت كورونا او فترة الحجر اللي احنا عشناها كانت فرصة ان احنا نقرب من بعض اكتر. في ناس عرفت تستفيد، اللي اخد كورسات في حاجة معينة هو بيدور عليها بقاله سنين مش عارف يلاقي وقت. وفي اللي عارف يستفيد بالوقت انه يلعب رياضة، يعمل مديتيشن، تأمل. كل الحاجات دي بتساعد قوي في ان هي تريح اعصابنا وبتخفف من حدة القلق والتوتر. كمان مراجعة النفس هي اهم شيء، وعدم توقع الشيء السلبي. نعم. من اكثر الاسباب اللي بتؤدي الى امراض نفسيه بالظبط اللي هو الطاقه السلبيه. الطاقه السلبيه هو وباء بيتفشى داخل انسان ومعدي من شخص لاخر. فحضرتك ممكن تقعد مع حد عنده طاقه سلبيه وتفتكر انك انت هترفعه، انما هو اللي بيسحب، لان اللي عنده طاقه سلبيه بيعدي 100 ايجابيين حقيقي. بالظبط. فتقدر تقول له تفائل خير، يقول لك اتفائل ازاي وكورونا والموجه الثانيه واللي هيحصل، وجزء مليان ايه وفاضي ايه من كوبايه ولا بالظبط، والكلام السلبي وعيني بتلف وفي مصيبه هتحصل. نعم. فهذا التوقع السلبي اللي بيتوقعه الانسان فبيعيشه، عكس تماما لما احنا كلنا نكون ايجابيين وعارفين ان انا اقدر استثمر الوقت بشكل كويس واستثمره لخيري وخير الاخرين، ساعتها هعرف ان انا اكون فعلا ناجي من الوباء. امين يا رب، ربنا ينجينا جميعا وينجي وطننا. الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه للصحه والوقايه، حذر من الاطمئنان الزائد لفيروس كورونا، وطالب بضروره الاستمرار في اجراءات الحمايه والوقايه كعامل رئيسي للنجاه، خاصه مع بدايات خلاص وبدا فصل الشتاء لاي احتمالات واردة. أروح للدكتور جميل الحتة دي بقى، يعني كوفيد 19 أنا عاوز حضرتك، أنا عارف أنا عاوز تتكلم عليه وتقول لي أنت، أنا بسألك وأنا بتكلم مع حضرتك قبل الهوا بقول لك موجة تانية، قلت لي موجة تانية إيه يا عم، ده احنا في موجة تانية أوريدي.
وخلينا صراحه معاك، فصل الشتاء بالذات فيه الانفلونزا وبالذات فيه الادوار، كلمنا بقى الموضوع ده. هي الحقيقه الموجه الثانيه بالفعل بدات في الدول الاوروبيه وبدات بشكل عنيف، بدات في امريكا وبدات بشكل عنيف، لان هو يعني خد شويه سكن شويه لحد ما فتح واطمئن وبعد كده رجع. ان حضراتكم طبعا كنا زمان بنتهم الشرق الاوسط لما بنعمل حاجات بنعمل حاجات غير منظمه، لكن الحقيقه احنا شفنا على شواطئ انجلترا يعني مناظر يعني الشرق الاوسط مرحوم جدا منها، يعني يعني هو البشر هم البشر، عشان بس هي كورونا جات خلتنا كلنا سواسية. وبقى عالمي بالظبط، هو حطتنا قدام نفسنا ان احنا كلنا بشر. كنا زمان بنشعر ان الجنس الاوروبي ده هو اللي فائق في العلم وفائق في الاخلاق حقيقي وكل حاجه، النهارده حط الحقيقه بقى واضحه دينا كلنا. الشرق الاوسط زي اوروبا زي امريكا زي الصين، احنا كلنا تقريبا بشر وكلنا لينا تصرفات بنفس الشكل. لما فتحت كورونا، لما فتح الناس من موضوع العزل ومن موضوع الشروط الصارمه للحكومات، الناس اتصرفت تصرفات بشريه، يعني عشان بس الواحد هي تصرفات بشريه طبيعيه. الناس بقت تتزاحم على المصايف على الاماكن اللي فيها الشواطئ، الناس يعني تلحموا مع بعض في الكافيهات او في النوادي او في الاماكن، لدرجه كان الانسان وحش الانسان مثلا. فهي القصه هنا الانسان هو الانسان، فعشان الانسان هو الانسان احنا بنتمنى، يعني عشان خاطر الدكتور امير احنا فعلا دي تمنياتي دايما من اول يوم احنا سمعنا فيه الكورونا وبدانا نعمله، نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوقف الوباء ده عن العالم، لان احنا الانسان آمين. هو الانسان، يعني نتمنى الشفاء للي في امريكا زي ما نتمنى الشفاء طبعًا. اخر الارض في سيبيريا من هناك، وبالتالي احنا هنا انسانيه يا جماعه، احنا كلنا بتجمعنا انسانيه واحده، وبالتالي هنا اللحظه دي بنقول ان كوفيد حطينا كلنا عشان خاطر العالم كله يتعاون ويوجد حل لمشكله للعالم كله. نوجد حل ازاي؟ احنا قدامنا طريقين، يا اما طريق اللقاح يا اما طريق العلاج. والعلاج الحقيقه احنا يعني مش يعني في صعوبات شويه قابلت مساله العلاج، لكن في بركه امل الحمد لله ان بدات تظهر في حاجات كتيره. احنا بنتكلم على 200 نوع من اللقاحات، احنا فيهم دلوقتي في 3 أو 4 بداوا في اللي هو الاخر المراحل النهائيه الكلينيكال ترايل بتاعتهم، وبالتالي احنا عندنا بركه امل ان الوباء ده ان شاء الله في العام القادم يكون انتهى تماما. يعني ان شاء الله في بدايه العام القادم نقول سد فيروسات يا جماعه امسكوا فيها. يعني انا بقول بصدق البيولوجي، يعني سالت السؤال ده يمكن من 2 أو 3 شهور، بس البيولوجي ما ينفعش حضرتك تحط صبعك هنا وتقول انا لما اصل للنقطه دي ستوب. لكن نعم. البيولوجي حضرتك دكتور وعارف القصه دي، البيولوجي بيحتاج شويه ردود يعني شويه تايم، لكن في النهايه طالما انت تحكمت في المفاتيح ان شاء الله يكون النهايه قريبه، لان نعم. فضل الله سبحانه وتعالى بركه امل للانسانيه ان بدات تمسك المفاتيح كويس. اللقاح اللي وجد واللقاحات اللي بقى مبشره ان هي خلاص فعلا تبقى موجوده، ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله الموسم اللي جاي ان شاء الله يكون تماما انتهى مساله كورونا باذن الله. نتمنى يا رب ينتهي. هنرجع لحضرتك في الفقره الثانيه على موضوع ترجع الناس لطبيعتها، ترجع الناس ترجع لطبيعتها، تلتحم مره ثانيه لطبيعتها، لكن طبعا اتعلمنا دروس مش هننساها من كورونا. اكيد انا دايما بقول العالم بعد كورونا ما هيكونش ابدا زي العالم. احنا عايزين نقول في اخر الحلقه عايزين نتخيل استفدنا ايه والعالم ايه بعد وباء كورونا، بس احنا اكيد كلنا استفدنا حاجات. نعم انا هخرج اعزائي المشاهدين فاصل صغير، هنشوف فيه فيديو كده كرتوني على الوقاية عن كورونا، نفصل فيه شوية ونعود لمحور وفقرة رئيسي في الحلقة، الفاكسين اللقاح اللي احنا مستنيينه وصلنا فيه لإيه وإيه، وهيكلمنا الدكتور عن الحاجات اللي وصلوه بعض الشركات عالميا وهيكلمنا عنه الدكتور جميل باستفاضة. تابعونا ما تروحوش في حتة.